بالنسبة للتعاون عشان نكون منصفين، التعاون فريق محترم، فريق كبير، أضاع فرصتين ربما كانت تغير في تفاصيل المباراة، ولكن عاب التعاون أنه يعني بالغ كثير في فتح الملعب أحيانا أمام فريق مثل الهلال. أحيانا احترامك للخصم يجب أن يعني بالذات أمام فريق الهلال وعلى ملعب وفريق يملك عناصر. كنت ساموشكا أجتهد ولكن ربما هو ندم في الأخير، لو تحفظ أكثر ولعب على المرتدة ربما يكون أفضل حال. عموما مبروك الهلال، هارد لك التعاون، فوز مستحق ونجومية لكل اللاعبين.